صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه مباشره من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك معكم المحلل والمدرب المعتمد جزال ظهريه. بهذه الجلسه انا وياكم خلينا نمر على ابرز العملات الرئيسيه وطبعا المعادن والسلع، وخلينا نشوف التحركات القادمه او السيناريوهات المفترضه اللي ممكن نتوقعها. في بدايه هذا الاسبوع خلينا انا وياكم نبتدي هذه الجلسه ونشوف ابرز الفرص اللي ممكن تكون موجوده عندنا بسوق الفوركس. استاذ انتو صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. بهذه الجلسه راح يكون عندي طبعا سؤال، اوكي، اللي هو ما هو افضل يوم للتداول في الاسبوع؟ عند الاثنين، عند الجمعه، وعند الاربعاء. طبعا هذا هو سؤال هذه الجلسه، وطبعا رح نطرح اذا بدكم هذا الموضوع بشكل او اخر كرمال نشوف شو ممكن يكون عندي بعض الاجوبه لهذا الموضوع. بالنهايه طبعا المضارب ومع افتتاح اسبوع التداول. صباح الخير استاذ سامر، اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه، نورت. مع افتتاح يعني اسبوع التداول عاده بيعرف المضارب انه نهار الاثنين بيكون في تقلبات ضخمه، ومش من الممكن انه يقدر يحدد اتجاه معين او اتجاه واضح لاسواق المال او لسوق الفوركس. وطبعا نهار الجمعه هو نهايه الاسبوع وعطله نهايه الاسبوع، فنتوقع ايضا انه يكون عندي بعض التقلبات اذا بدكم الخطيره وعند نهايه هذا الاسبوع. اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. رح نبتدي بزوج اليورو دولار او العملة الاوروبية الموحدة لنقوم بتحليلها ونشوف اذا بدكم السيناريوهات المفترضة اللي ممكن تكون موجودة عنا. خلينا انا وياكم نمر طبعا على رسم بين الاربع ساعات في البداية، ونلاحظ انه هذا الانخفاض الحاد اللي شاهدناه على العملة الاوروبية الموحدة من وراء نفق ميل على طبعا انخفاض او على هبوط اللي تم تحديده عندي بهذه الارياز اللي عطتني مناطق دعم. طبعا ايضا هذه المناطق اللي هي مثلت مناطق دعم طبعا، والارتدادات اللي شهدناها. هلا بالنسبه لنا ونحن طبعا على اذا بدكم خليني اقول كمناطق دعم ومقاومه، من المتوقع انه يكون عندنا اذا بدكم خمس موجات انخفاض، وممكن قد انتهينا من انخفاض اليورو دولار. فمعظم المضاربين عم بيقولوا هل يا ترى هذه المناطق مناطق مغريه للشراء؟ ممكن نمتد او نبتدي بهذه الموجه الاندفاعيه اللي كنا منتظرينها منذ شهرين وثلاثه واربعه لورا، بدايه او وصولا الى مستويات ال 113 كمرحله اولى، 115 و118. هلا انا اللي بقدر لكم اياه رح نمشي خطوه خطوه مع العمله الاوروبيه الموحده، رح نمشي خطوه خطوه مع الرسم البياني، ونقدر نحدد انه على انه هذا الانخفاض ما في شك انه ممكن يكون قد انتهى بالوقت الحالي على هذا القاع، تمام؟ يعني اللي بقدر لكم اياه بكل بساطه انه من هذه القمه لهذا القاع وباستعمال موجات اليوت بقدر حدد انخفاض الموجه اي اللي هي هون كانت عندي سمول اي، بي، سي، هيدا الموجة A، هيدا الموجة B الضخمة، ونتوقع انخفاض الموجة الأولى ويف 1، ويف 2، 1 2 3 4 5 ويف 3، اوكي، نتوقع ارتداد الموجة الرابعة ومن ثم انخفاض الخامسة. يعني بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة أو بالنسبة لليورو دولار ومع هيكلية هذا الانخفاض وباستعمال استراتيجية موجة اليوت، ما في شك إنه نحن في صدد إذا بدكم خليني أقول ارتفاع هلا العمله الاوروبيه الموحده بالموجه التصحيحيه التي تلقب بالموجه رقم 4، وصولا الى كحد اقصى القاع التابع على الموجه رقم 1. شو يعني؟ يعني عم بحدد لكم مستويات اذا بدكم اخيره ممكن انه اليورو دولار يوصلها بهذا او ضمن هذه الموجه التصحيحيه، ولكن نحن ممكن نبتدي نعزز مراكز البيع ما قبل اذا بدكم الوصول الى هذه المنطقه، ولكن اذا بدكم نقلص المخاطر او نكون على يمين السوق مثل ما بيقولوا، انه انت ما تخاطر او ما تاخذ ريسك، ما تكون ريسك تيكر بسوق الفوركس، وانت تكون مضارب اذا بدك عم تختار او عم تقدر تتصيد نقاط دخول ذهبيه ومميزة، ممكن تنتظر ارتفاع اليورو دولار وصولا الى مستوى ال 112.20، ومن هنيك طبعا بتعزز مراكز البيع لتسجيل قطعان اقل وللانتهاء من الموجه رقم 5 اللي هي الموجه الاخيره. ما في شك انه ممكن نوصل كهدف بالنسبه لي لمستويات ال 100.1060 كمرحله اولى لزوج اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده. هذا هو التارجت تبعنا او الهدف، اوكي، هذا هو الهدف بالنسبة لليورو دولار اللي هو مستوى ال 110.60. وطبعا إذا بدك تستعمل وقف خسارة من مستوى ال 112.20
مستوى ال 112.20 ما في شك انه هو المستوى المنتظر اللي رح نعزز مراكز البيع عليه. وقف الخساره او الانفاليديشن ليفل رح تكون اخر قمه تم تسجيلها عندي اللي هي مستوى ال 112.64. طبعا رح نستعمل اذا بدكم هيلز اند توبس يعني بوتمز اند توبس اذا بدكم او استراتيجيه القمم والكعان لتحديد وقف الخساره ولا تعزيز مراكز البيع. هيدا بالنسبه للعمله الاوروبيه الموحده، يعني اتوقع ارتفاع. ما في شك انه اسعار الذهب كانت عم تسجل لي موجة صعود، وايضا مع انتهاء هذه الموجة اللي هي طبعا ممكن تكون اذا بتكون وصلنا لقمة معينة نتوقع بداية ايضا تعزيز مراكز البيع. شوفوا شو عم بصير عندي للعملة او عفوا للمعدن الاصفر اللي هو طبعا سعر اونصة الذهب، وباستعمال فيبوناتشي اكسبانشن. وكثير من الاشخاص اللي موجودين معنا بهذه الجلسة بيعرفوا كثير منيح على انه الجلسة اللي قمنا فيها من صفحة تكمل العربية على فيسبوك مباشرة، انتم عارفين انه فيبوناتشي من اهم المؤشرات واستراتيجيات التداول اللي ممكن نستعملها. باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن عم بحدد انا وياكم خطوة اذا بتكون، او بحدد انا وياكم قاعان او اهداف لاسعار الذهب. واول الاهداف اللي ممكن نكون عم نتوقعها هي اهداف 100% فيبوناتشي اكسبانشن بتسائب قرب مستويات 1258. فنتوقع هذه الارقام 1258 على اسعار الذهب، ما حدا يقول لي ما رح نشوفها. وانما ومع انخفاض لاول موجة الصحية اللي هي ويف اي بي سي اللي تلقب بويف اذا بدكم اي بيج اي، هيدا اول موجة تصحية، ومع ارتفاع بيج بي ومع انخفاض بيج سي من المتوقع انه ينخفض بشكل 5 موجات لبيج سي. تمام، بيج سي او ثالث موجة تصحية انخفاضها بده يكون بشكل 5 موجات على الشكل التالي 1 2 3 4 و 5. تمام، هلا بالنسبة لنا وباستعمال الخطوط الدعم والمقاومة نتوقع انه هذه الهيكلية تكون عم تنزل بنفق ميل على انخفاض، وهذا النفق او الفولينج ويدج مثل ما يسمى نتوقع انه ممكن نقط البيع يكونوا مغري عندي، نقط البيع ونقط الدخول لمراكز البيع او صفقات البيع عند ملامسة الخط المقاومة على مستوى 1292 بالضبط. فبهذه الحالة ننتظر بعد اكثر، يعني هلا اسعار الذهب ممكن يكون عم بسجل اذا بدكم مرحلة مضادة، ولكن مثل ما بتعرفوا نهار التنين. ليش سؤال جلسة اليوم التنين او الاربعاء او الجمعة؟ لانه نهار التنين ممكن يكون بشكل او اخر خلينا نسميه غدار، او ممكن يكون عم بيسجل لي موجات ليست الموجات اذا بتكون اللي ممكن تكفي فيها اسبوع التداول او تكفي فيه اسبوع التداول نهار الثلاثة والاربعاء والخميس. ممكن نشهد موجة او اتجاه معين فورا نرجع نشهد اذا بتكون اتجاه معاكس نهار الثلاثة او الاربعاء. فبهذه الحالة نتوقع بعد ارتفاع اسعار الذهب وصولا الى مستويات 1290 و1292 ما قبل تعزيز مراكز البيع، ومن هناك طبعا نرجع نعزز مراكز البيع وصولا الى مستويات 1258، ومن هناك بنرجع بنفكر بتعزيز مراكز الشراء. طبعا هذه المرحلة بين مستوى 1258 وصولا الى مستويات 1241 هذه المناطق اللي هي راح تكون areas مناطق شراء. تمام، اتوقع تكون مناطق شراء لا استهداف مستوى 1400 دولار لسعر أونصة الذهب اللي هي تقريبا ان اكثر من 5 سنوات ما شهدنا هذه الارقام. يعني على رسم بيان الاسبوعي اوكي بنكون انتهينا من 3 موجات الصحية باستعمال اذا بدكم تحليل هيك بسيطة شوي من اخر قمة لاخر قاع، انتهينا من هذا الانخفاض اللي هو يلقب بموجة اندفاعية. ابتدينا باول موجة الصحية، دخلنا بمثلث ويف A B C D، وهلأ نحن في صدد انخفاض ويف E اللي هي بتكون لاجينج، ونتوقع ارتفاع موجة تالتة الصحية بنكون سجلنا W X Y أو 3 موجات الصحية وصولا إلى مستويات 1410 وحتى 1450. قديش إلنا ما شفنا هذه الأرقام من سبتمبر 2012 لما كان سعر الذهب قرب مستويات 1400 وال 1500 دولار لسعر الأونصة. ولكن هل الأشخاص اللي منهم حابين ياخذوا إذا بدكم ريسك أكثر وينتظروا لل 1290، ممكن أهم شيء إنك أنت ما تدخل بمراكز شراء على أسعار الذهب، ما تقول لي طب أنت تتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات 1290، أنا حابب إنه أشتري أسعار الذهب من هون. طبعاً لا، ما بحق لك تمشي عكس الاتجاه المتوقع. نتوقع وصول اسعار الذهب او سعر اونصة الذهب الى مستوى 1240، انت من المفترض تنتظر مناطق مغرية للدخول بصفقات بيع.
ما بدك تمشي عكس السوق، تمام؟ وهذا هو إذا بدكم السبب الأول لخسارة 99.99% من المضاربين أو من الأشخاص اللي بيستثمروا بسوق الفوركس. بكون منتظر موجة مضادة بسيطة بيدخل فيها أو بيدخل بمراكز شراء على سبيل المثال، هو عارف أنه على المدى الوسط للطويل منتظرين نحن انخفاض لمستويات أو لزيارة مستويات محددة، فبيدخل ليشتري دولار أو دولارين. طب ليش أنت عم تدخل وتعرض حسابك للخطر لتشتري دولار أو دولارين مقابل أنك أنت ترجع تنتظر السوق شوي صغيرة نهار أو اثنين أو ثلاثة ما تتداول فيهم؟ بعرف ما بتقدر لأنه المضارب ما بيقدر ما يتداول بشكل يومي، وهذا هو إذا بدكم السبب الرئيسي لخسارة معظم المضاربين. فأنت تنتظر نهار أو اثنين وصول أسعار الذهب إلى مستوى 1290 وعزز مراكز البيع ونزل معه وصوله إلى مستوى 1250 وال 1240. طب هذه المشكلة الرئيسية اللي نحن بدنا نستبعدها بسوق الفوركس. وبكل بساطة خلينا نشوف التصويت. في معظم الأشخاص طبعا 86% عم بيصوتوا نهار الأربعاء، ومعظم الأشخاص أو 14% عم بيصوتوا نهار الجمعة. طبعا لا، بالنسبة لنا نحن نهار الجمعة هو نهاية الأسبوع، واللي هي طبعا بكون في إغلاقات للشموع الأسبوعية، فلا نتوقع أنه ممكن يكون نهار مفيد للتداول. أفضل نهار للتداول هو نهار الأربعاء، لأنه التنامي مع افتتاح أسبوع التداول نشهد بعض التقلبات والفولاتيليتي اللي غير منتظمة. نهار الثلاثة والأربعاء السوق بياخد مجرية ونعرف الاتجاه إذا بتكون المتوقع للأسبوع كله. ندخل نهار الأربعاء ونهار الجمعة طبعا نخرج من صفقات البيع أو الشراء. ولكن بالنسبة للمضاربين ما تقنعونا، المضاربين بحبوا يتداولوا بشكل يومي، بحبوا ياخذوا مخاطر، وحتى معظم الأوقات بيشوفوا أنه ما عندهم صفقات تداول، ولكن لأنه هو متعود أنه يكون موجود داخل السوق على طول للأسف بيدخل بصفقات هو منه مقتنع فيها، تمام؟ خلينا نشتغل بشكل بسنة 2019، خلينا تكون سنة شوي إذا بدكم مثل ما بقولوا رايقة أو مثل ما بقولوا منتظمة. خلينا نحدد إذا بدكم استراتيجية تداول نمشي عليها ونكون عم نقتنع بالأرباح الصغيرة اللي ممكن نجنيها بهذا السوق المتقلب الصعب، تمام؟ سنة 2019 منا سهلة أبدا لسوق الفوركس، فلازم تكون أنت أدى وقدود كرمال تقدر تستفيد من هذه التقلبات. بالنسبة لأسعار النفط كنت تكلمت على هذا الانخفاض، لأسعار النفط، وكنت قلت لكم إنه وصولا لهذه القمة وعلى رأس الرسم البيانة على القمة شهدنا موجة أو إذا بدكم شمعة مضادة بشكل هامر أو مطرقة وعطتني إشارة بيع من وراء ارتفاع معين أتوقع انخفاض، تمام؟ هلا بالنسبة لموجات إليوت، إذا بدي أدخل بتفاصيل موجات إليوت، حددنا هذا إذا بدكم الانخفاض، وكنا قلنا نحن هلأ في صدد انخفاض الموجة الرابعة، يعني حددنا 1 2 1 2 3 4 5، أوكي بهذا الشكل. الموجة رقم 1 2 هون، الموجة رقم 1 من 3 2 من 3 3 من 3 نتوقع انخفاض 4 من 3 ومن ثم 5 من 3 بنكون سجلنا رقم 3 بيج 3 اوكي، ومن ثم انخفاض بيج 4 وارتفاع بيج 5. شوفوا السيناريو المفترض لاسعار النفط، 1 2 الموجه رقم 1، الموجه رقم 2 اوكي تمام. هلا الموجه رقم 3 تتضمن ويف 1 ويف 2 ويف 3 4 5 2 3 4 5، يعني هلا نتوقع اذا بدكم اسعار النفط ممكن تكون عم بتسجل هلا ABC. هلأ ممكن نرتفع بأسعار النفط على المدى الوسط للقصير ومن ثم انخفاض لانتهينا من الموجة الرابعة ويف 4، ومن ثم الارتفاع لكمم جديدة لمستويات 66 و67، ومن ثم موجة تصحية ضخمة للموجة رقم 4، ومن ثم ارتفاع الموجة الخامسة. هذا هو السيناريو المفترض لأسعار النفط، وما حدا يجدلني فيه لأنه أسعار النفط أنا متابعها من آخر قاع وصل لي ومتابع موجات إليوت عليها. يعني هذا القاع اللي عم نشوفه نحن امامنا على مستوى الـ40 دولار، وابتدينا بالارتفاع والموجة التصحية نتابعه وبتفاصيله وبدخول بموجة اليوت. فهلأ نحن هذه الموجة اللي عم نشهدها نتوقع انه هلأ ترتد بالاتجاه الصاعد ومن ثم الهابط للانتهاء من الموجة رقم 4 الصغيرة، موجة رقم 4 من الموجة رقم 3، ومن ثم الارتفاع عن جديد. يعني مستويات 60.80 او 61، هذه المناطق رح تكون مناطق مغرية جدا للدخول بمراكز شراء عن جديد لأسعار النفط، وصولا إلى مستويات 67 و 68،
ومن ثم الانخفاض بموجة الصحية ومن ثم الارتفاع بالموجة الخامسة الأخيرة. تمام؟ فهلا اسعار النفط على المدى الوسط للطويل بعدنا باتجاه عم صاعد، على المدى الوسط للقصير موجة الصحية بسيطة بالاتجاه الصاعد ومن ثم هبوط لزيارة مستوى $60. هيدي بالنسبة لأسعار النفط. بالنسبة للاسترالي دولار أو الاسترليني دولار، ما في شك إنه كنا تكلمنا عن هذه الموجة اللي ممكن نشهدها اللي هي فولينج ويدج، وكنت قلت لكم أقله إذا في حال بدنا نرجع نبتدي بموجة صعود على استرليني دولار، ما في شك إنه بدنا نخترق خطوط مهمة جدا مثل هذه خطوط المقاومة اللي تم تثبيتها عندي بأكثر من مناسبة. ولكن انا اتوقع ان هذه الهيكليه اللي هي مثلث ميل على هبوط هو فولينج ويدج، ومن المتوقع ان الفولينج ويدج يليها اختراق بالاتجاه الصاعد. فاتوقع هلا انه نحن نضلنا على يمين السوق، نضلنا منتظرين انه يخترق اذا بدكم خط المقاومه او هذه المنطقه الصفراء الاسترليني دولار، وان نبتدي بتعزيز مراكز الشراء اقله وصولا الى مستويات 135. وطبعا من هناك بنرجع بنفكر اذا رح نعزز مراكز البيع او طبعا حنكفي اتجاه الصاعد، ولكن الاهداف هي مستوى 135 لاسترليني دولار فور اختراق خط المقاومه، وننتظر اكتيفيشن وتاكيد وكونفيرميشن للاتجاه الصاعد. نهار الاثنين اليوم ما حدا يفكر بالتداول، المؤشرات الأمريكية على أعلى مستوياتها، عم نسجل قمم جديدة all time highs. حدا عم يصدق يا جماعة انه السوق الأمريكي عم بيسجل all time highs؟ شو يعني؟ يعني أرقام ما بحياتنا وما بعمرنا شايفينها. هلأ عم يتداول على مستويات جديدة، وطبعا نتوقع بعد تكمل اتجاه الصاعد ومن آخر قاع وصلنا له ومع انخفاض الاسبي 500. قديش أشخاص متابعيني بهذه الجلسة بيعرفوا منذ سنة لورا ومع انخفاض الاسبي 500 بهذه إذا بدكم الكراش سايكل اللي شاهدناها، عم بقول لهم ما حدا يفكر بمراكز بيع المؤشرات الأمريكية، ما حدا يفكر بالبيع، لأنه نتوقع تسجيل قمم جديدة وصولا إلى مستويات 3090 دولار، 3089، وأيضا 3190. تمام؟ هذه الأرقام المنتظرة للSP 500، يعني بعد عندي أقله ارتفاع 100 و150 و200 نقطة للSP 500 لنرجع نفكر بالدخول بمراكز بيع ونعزز مراكز البيع. ما حدا يفكر ب إذا بدكم السيناريات السلبية للمؤشرات الأمريكية، وطالما نحن بعدنا شايفين ارتفاع للمؤشرات الأمريكية بالفعل بعدنا شايفين انخفاض لأسعار الذهب، وأنتم بتعرفوا العلاقة العكسية اللي موجودة بين المؤشر الأمريكي الاسبي 500 وطبعا أسعار الذهب. فبهذه الحالة زيارة مستوى 1250 و1240 على الذهب كتير واقعية وكتير منتظرة مع ارتفاع وتسجيل قمم جديدة للاسبي 500. هلا بالنسبة لي طبعا الشيء او العلاقة الايجابية بين المؤشرات الامريكية واي من العملات هي طبعا العملات الرئيسية اللي تابعة للمؤشرات الامريكية او بيمشوا سويا هو الدولار ين. الدولار ين ما حدا يفكر بالدخول بصفقات بيع، ايضا نتوقع تكمل اتجاه الصاعد وتسجيل اقله مستويات 112.90 و113.50 ما قبل التعزيز مراكز البيع، وبحكم طبعا العلاقة الايجابية بين الدولار ين والاسبي 500. تمام؟ وهذا الموضوع مهم جدا واكثر من مهم على انه الدولار ين يوجد علاقة ايجابية بينه وبين الاسبي 500. اوكي، الدولار كاد، الدولار كاد بداية هذا الأسبوع بموجة الصحية بالدخول إذا بدكم بمنطقة شوي صغيرة أفقية. ما في شك أنه الضغوطات السلبية بعدها ماشي، ما في شك أنه نحن وصلنا إلى قمة تقريبا 76.4% على رسم بيانة اليومي والأسبوعي، وابتدينا بالارتداد. تمام؟ ابتدينا بالارتداد لزوج الدولار كاد، وصلنا إلى هذه المستويات تقريبا من قمة، من آخر قمة لآخر قاع استهدفنا مستوى 76.4% اللي هو المستوى المنتظر للانتهاء من الموجة رقم 2، وطبعا رح نعزز مراكز البيع. هلأ ما في شك انه الانخفاض ابتدى نشهد اذا بتكون بعض التقلبات، انخفاض وارتفاع بشكل متتالي، ولكن على المدى الوسط للطويل اذا حفظنا على هذه الارقام اتوقع ان الضغوطات السلبية تكفي بالمرحلة القادمة ونرجع نستهدف قاعان جديدة ومستويات جديدة. تمام؟ هذا بالنسبة للدولار كاد، وأن موقف الخسارة طبعا بده يكون فوق مستوى 88.2% اللي هو المستوى المنتظر للإنفاليديشن ليفل أو المستويات المنتظرة لعادة بنخدم على الاعتبار إذا بدكم الخط الفاصل بين السيناريو الإيجابي والسيناريو السلبي، وهذا بالنسبة للدولار كندي، ونتوقع طبعا تكمل اتجاه الهابط إن شاء الله. ضمن افتتاح هذا الأسبوع التداول ونهار الاثنين، أنا بفضل اليوم ما نتداول،
نهار التلاتة غدا يوم جديد، يوم آخر رح نكون إذا بدكم بجلسة صباحية أخرى، وطبعا رح نكون عم نخلق فرص استثمار، وطبعا رح تفتتح مراكز أو صفقات شراء أما بيع أمامكم طبعا. فبتمنى لكم اليوم يكون نهار مثمر للجميع، والمراكز أو الصفقات اللي عندكم إياها طبعا حافظوا على وقف الخسارة وعلى طول عرض وقف خسارة، خلي الإدارة المخاطر إذا بدكم موجودة. بالنسبة للريزلتس أو الأجوبة، طبعا الجواب هو نهار الأربعاء، لأنه نهار الجمعة هو إغلاق الأسبوع، نهار الاثنين ما حدا بيتداول فيه اللي هو افتتاح الأسبوع، فنهار الأربعاء هو أفضل يوم للتداول ضمن أسبوع التداول هذا. أنا بتمنى لكم نهار أكثر من رائع وأكثر من مثمر للجميع. بتشكر وجودكم ودعمكم لألا بشكل يومي. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية من شركة تكمل. إلى اللقاء.